من الحاجات اللي كانت بالضبط هو العرب القديم. ياه لانتوا عندكم عراقة غريبة الله. العرب دول الله في الاشياء هذه يعني في منها حاجات محتفظين بها الى الان موجودة. الله يسموه الامير ده شيء غريب. صحيح شيء غريب يعني زيادتك. انا هل انا كنت واضح يعني فهمت ما اريده؟ اللي حبيت نعمل لك تسجيلات من الاشياء الجديده. اكون ممنون اكون ممنون. دي هتساعدني على الرساله بتاعتي على كبيره جدا. حاجه خطيره. اعمل لك تسجيلات وفعلا في واحده كمان من غريب الزمن الرابع. لا يعني انا عاوز اقول ان العرب قد كده يعني تغلغلوا في ال يعني اعطوا الغرب المدنية في كل شيء في كل شيء. يعني انت ما تروح اسبانيا. انا رحت اسبانيا ورحت الغرناطة ورحت الحمرة تجد الاشكال تختلف. يعني بس تعدي كده تروح باريس يعني تروح فرنسا تجد الشكل تغير تغير تام. دول عرب صم شعر اسود. الكلام في كلمات كتير جدا عربية. حتى في أكل يسموه في أكل اسمها البهية البقية. البقية دي عبارة عن كانوا يقولوا لك زمان مش عارف ايه الخلفاء هناك كانوا بعد الأكل بياكلوا يلموا الأكل ده ويدوه للخدمين
لحم على فراخ على رز على سمك على مش عارف ايه فسموها بهيم بقية البقية. وكلمة اخرى كده المودة 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 مثلا تجد المباني هناك الذوق العربي دخل فيهم طبعا في مباني عربية خالص زي الحمرة والحاجات دي مباني عربية بتاعتهم وهم نفسهم تأثروا بالطابع الأندلسي ما هو طابع فيه طابع إسلامي يعني طابع عربي زي ما المزيكا تبينت أخيرا إن الفولكلور ده الفلامينكو ده ما هو إلا يا رب قعدت أبقى أشوف أنا كان الملك الحسن جاب لي شوية من هناك الأسبانيول يغنوا حاجات عربي فلقيت على إنه سمعت بينهم التواشيح سمعت لقيت واحد قلت طيب ايه اللي جاب ده لغاية ما سمعت من الأستاذ طلال الأمير فهد حط لي بتاعه كده لقيت بيقولوا ده الله طب ايه اللي جاب طلال؟ طلال ده مثلا رايح الأندلس يعني هل مثلا عائلة كانت أندلسية هناك عائلته من مدريد شوف لازم يكون في صلة لها جذور من غير ما تدرك من غير ما حد يعرفها من غير ما حد يدرسها في جذور هذه الجذور هي العربية عرب راحوا يعني هناك لا مدريد ولا مش عارف لا حقيقة شيء رائع وكمان كل الأمير يخصك بالكلمات البديعة لا ما في شك انها يعني تدعيم لفنك العظيم يعني في شك أبدا يعني دعامة كبيرة جدا منه واحنا يعني على احسن عنايتك انا والاستاذ هاني يعني اتفق معي بانه نشكر الامير بانه بيهتم بالاغاني وبيقدم الكلام الحلو ده لانه كل ترقيه للاغنيه ترقيه لنا للفن في ذاته يعني والله انا بشكرك من صميم قلبي والله الحق حاجه بديعه ومنتظر الدولي الدولي يبقى تبلي عليهم مين اللي لحنهم لا بعدين اغلط في حاجه واروح لحنهم لا احكي جمعية المؤلفين ولا لان ممنوع الكلام يصح مرتين يا طبعا لا بالظبط ساعتك لو اتلحنوا كلهم يبقى هو لا جمعية ابدا انا راجل رئيس جمعية وقرر ما هو مش عارف ايه ما احنا وقفنا في حته ورده ليه؟ عشان كده بتاعت الصنباط ممنوع عندنا الكلام يتلحم مرتين لازم نقدم باللحم الاصلي بس اولاني لكن ممكن يغنى مرتين او اكثر اه طبعا ممكن يعني تغنيه واحده وثانيه وثالثه ورابعه وكتير مين كان بلحن الكلام ده؟ واحد اسمه محمد راضي ولا محمد دلوقتي في الكويت ملحن كده بس ومعمول عندنا جمعية المؤلفين يعني ما مقيدة عندنا في جمعية المؤلفين وغناها اسماعيل شمال لا هي النسبة دلوقتي مجمدة إلى أن يتفقوا سوا لواحد يتنازل عن الثاني وإلا لو ما كانش النسبة دي تفضل وتتوزع على تتحط في الفندوق الإعدادي